الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن كل مسلم يعمل لله جل وعلا بشيء من خصال الإيمان، من الفرائض والنوافل، يحتاج إلى أمرين: الأول أن يذكر الله جل وعلا ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، ذكر القلب، أن يذكر أنه عبد لله جل وعلا، وأن الله هو ربه وإلهه الذي يجب أن يخلص له عبادته بما شرع، يكون مخلصا الدين لله تعالى وعلى وفق الشرع. فهذا ذكر القلب. والثاني ذكر اللسان، بأن يكثر من جمل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويثني على الله تبارك وتعالى بما هو أهله ويدعوه، يسأله المزيد من الهدى والإعانة على إخلاص العمل والثبات عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا. والثالث هو ذكر الجوارح، البدن بجوارحه وحواسه، ذكر الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنهيات، فيكون مستعينا بالله جل وعلا، مخلصا له، مستعملا طاعته في عبادته في جوارحه. هذا ذكر الله جل وعلا. والثاني من اللي يحتاج إليه العامل هو أن يستغفر الله جل وعلا، فيكثر من الاستغفار لاعترافه بقصور العمل عما ينبغي في حق الله جل وعلا، يدري هو أنه مهما اجتهد فإن عمله أقل مما ينبغي في حق الله جل وعلا، لأنه يتعرض للنسيان، يتعرض للكسل، ويتعرض للملل، ويتعرض للإعجاب بالعمل. والعمل إذا خلطته هذه الأمور يرد على صاحبه. ولذا قيل لبعض السلف من جهة هذا تزكية النفس، فقال: حبذا لو أعلم أن الله تعالى تقبل مني سجدة، فإن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني ما أدري أنا حققت التقوى أم لا. والله تعالى نص على أنه شرع الصوم لحكم منها تحصيل التقوى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا من الترجية للعبد، أنه يكون يبتغي تحقيق التقوى في عمله، تقوى لله عز وجل. فلذلك لا يعجب بعمله مهما حسن. ولهذا وصف الله عباده المخلصين، جعل الله وإياكم منهم، بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني يجتهدون في تحقيق العمل وإيقاعه على وجه الإخلاص والشرع، ومع ذلك يخافون أن لا يتقبل الله منهم، فيلحون على الله عز وجل بالاستغفار، يكملون عملهم وأنهم يعترفون بقصور عمله، سواء كان الصلاة أو التوحيد أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو فروع الطاعات أيا كانت. ولهذا جاء الإرشاد
من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يستكثر من أمرين: التوحيد، إخلاص العبادة لله جل وعلا وفق الشرع، وكثرة الذكر والاستغفار. فمن التنزيل الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فجاء الأمر بالتوحيد، استحضار التوحيد في جميع الأحوال، وخصوصا حين أداء العمل، أن يوقع خالصا لله تعالى وعلى وفق الشرع وبهمة ورغبة إلى الله جل وعلا. والثاني الاعتراف بالقصور والإلحاح على الله جل وعلا بطلب المغفرة: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فتقول: الله رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. تقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني اعترف بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، أفضل أنواع الاستغفار، يلح الإنسان به على الله تعالى، ومن ذلك أنه يكثر منه في أول النهار وفي آخره، في عند اليقظة من النوم وعند النوم نفس الشيء. فيلاحظ هذا المعنى الاستغفار. فأنا مهما أديت عملي يا ربي فهو ناقص عما ينبغي من واجب حقك وكماله، فاغفر لي. ويضيف إلى هذا الاستغفار لإخوانه المؤمنين والمؤمنات من قريب كالوالدين والزوجة والأهل والولد، ومن بعيد هم عامة المؤمنين والمسلمين. يحتاج المرء إلى أن يستحضر هذا ويلح على الله جل وعلا به. وفي السنة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في توجيه العباد في رمضان: استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم تبارك وتعالى فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه. يكثر الإنسان في ليله ونهاره من قول لا إله إلا الله وأستغفر الله بصيغ الاستغفار، حتى يجمع بين التوحيد والاعتراف بقصور العمل. والثانية النتيجة، قال: خصلتان لا غنى بكم عنهما، أن الحاجة لكم، حاجتكم أنتم إلى الله تعالى. فقال: تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا ذكرت الله جل وعلا ذكرك، وإذا استغفرت له غفر لك، وقيض لك من خواص عباده من يذكرك ويعينك ويستغفر لك. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عليهم السلام وهم خلق كرام ما ارتكبوا الآثام ولا أكلوا الحرام، فدعاؤهم أحرى الأدعية بالإجابة، أن الملائكة عليهم السلام يستغفرون للمؤمن، وخصوصا حال صومه وحين فطره.
وهكذا عامة المؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. فأنت تستغفر لإخوانك المؤمنين وهم يستغفرون لك، وهكذا الخصلتان لا غنى بكم عنهما، تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. الجنة والنار أيضا تدعوان للمسلم، وأن الله تعالى يدخله الجنة ويجيره من النار. فإذا قال المسلم اللهم إني أسألك الجنة ثلاثا، قالت الجنة ربي أدخله إياي. وإذا قال ربي أجرني من النار، قالت النار اللهم أجره مني. خلق موكل بأنه يدعو لك ويعينك على الإخلاص لله جل وعلا في طاعته وأدائها وفق شريعته. والاستغفار من أمرين: مما ينقص العمل، ولأجل تكميل العمل، أن العمل فيه قصور لا بد. تسلم مما يبطل العمل وينقصه، وتطلب من الله عز وجل أن يمن عليك بالعفو حتى يكمل لك ثواب العمل. فأكثر من هذا: اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله، اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أو اللهم أدخلني الجنة اللهم أجرني من النار. تسأل هذا لنفسك ولخاصتك من والدين وقرابة ورحم، ولعامة المؤمنين والمسلمين. فلا يغفل الإنسان أبدا، لا في حال أداء العبادة، ولا هو في الطريق للعبادة، ولا بعد الفراغ للعبادة، وعند ذكره لما سبق من عبادته يكثر الاستغفار، ما يدلي بعمله على الله جل وعلا ويمن به عليه، بل يعترف بقصوره ونقصه وحاجته أن الله تعالى يعامله بعفوه ولطفه وفضله، ولا يعامله بعدله. فتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم عاملني بعفوك وجد علي بفضلك، ولا تعاملني بعدلك فأهلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.